السلام عليكم مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضية، حييكم من ملعب الكابتن الدولي هاشم خميس، حيث نهاية بطولة الشهيد القائد باسم الشمري. طبعا البطولة من تنظيم الكابتن أنور الملكي، حيث يلتقي فريق ستار الباش وفريق الرواد. قناة السفاح الرياضية تتواجد لتغطية هذا النهائي الكبير. نعم جمهور الرياض الكريم، الآن نبدأ بأول لقاءاتنا مع شقيق الشهيد باسم الشمري، الأخ العزيز طارق الشمري. نعم طارق الشمري، أكيد قمة كروية اليوم يشهد ملاعب الكابتن هاشم خميس في نهاية بطولة تقليدية للشهيد القائد. نعم كلمة لمنظمين البطولة وإدارة الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والرسل أجمعين. نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعل عدوهم. احنا نشكر طبعا من عندكم من قناة السفاح الرياضية، ونشكر من الجمهور اللي حضر بذكرى استشهاد الشهيد القائد باسم أحمد إبراهيم وهو شقيقي، والحمد لله رب العالمين. هاي الشهادة الله سبحانه وتعالى راتها إليه، وأنا أشكر من الفريقين. نعم زين، من الفريقين الشكراني. نعم، هل جمهورنا الرياضي أو بالأحرى الوسط الرياضي يعرف من هو القائد باسم الشمري وكيف تم استشهاده؟ باسم قائد مو اليوم، باسم قائد من نظام النظام السابق، هو قائد طبعا وتشهد له البطولات. وباسم من 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 قادة جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وقاتل ياما قاتل الأمريكان وقوات المحتلة هم، والحمد لله رب العالمين. هاي الله راته إلى الشهادة، ونشكر الله سبحانه وتعالى وأهل البيت على هذا. سنة استشهاده بهاي سنة 2020 13/7. أيضا كلمة الختام، يعني رأيك بالكابتن أنور الملكي وإدارة الملعب لإقامة هذه البطولة التقليدية. إحنا نشكر عائلة الشهيد باسم أحمد من الكابتن ومن جميع الفرق اللي وياه، وإن شاء الله اليوم إحنا حضرنا البطولة النهائية، وإن شاء الله بخير وسلامة. ونشكر من عندكم، ونشكر من قناة. طبعا احنا إدارة قناة السفاح الرياضية سائلين المولى عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان ويرحمه برحمته الواسعة. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، وأشكرك كان جزيلا حبيبي. شكرا. نعم جمهور الرياض الكريم، ابقوا معنا ولقاء. نشكر احنا للإعلاميين اللي حضوركم اليوم هاي النهائي الجميل، المهرجان القرفان هاي اليوم البطولة المرحوم شهيد باسم. فهاي البطولة فريقنا والله أدى أدى جميل، يعني من بدا نهايه بدو طلب بطوله لحد الان احنا الحمد لله ادوا مباراه كل مباراه اللي ظروفه ولعبوا كل بطوله حلوه لعبوا. نعم فهاي اليوم وصلنا هاي النهائي، الفريق من نفس المنطقه ونعرفهم احنا اسلوب لعبهم، هاي نعرفهم بالدوري مالهم احنا، وان شاء الله احنا مستعدين بهاي البطوله وبهاي النهائي حلو. يعني احنا اليوم نشوف منتخب 9 نيسان عناصر متميزه وتشكيلة أعتقد كاملة. تشكيلة كاملة اليوم الحمد لله، ما عدنا نقص، بس عندنا الجولتشي مصاب وسيد مهدي إن شاء الله بالشتمة اليوم ما يخسر إن شاء الله. نعم كلمة الختام الكابتن الكبير ستار الباش، ماذا يوعد جماهير 9 نيسان؟ والله إن شاء الله إحنا بدينا بداء جديد خلال هالفترة الكورونا إحنا، فالحمد لله بداية جديدة وبطولات مستمرة ما شاء الله، والحمد لله وإحنا بانتصار دائما وللتقدم إن شاء الله، وإن شاء الله اليوم نبيض وجه جماهيرنا ان شاء الله. كل التوفيق. اكيد قمه كرويه اليوم يشهد ملعب الكابتن الدولي هاشم خميس، راح تخوضون نهائي بطوله الشهيد القائد باسم الشمري. طبعا اكيد فريق ستار الباش فريق معروف، فريق مو غريب عنك. كلمه لجمهور فريق الرواد وهذه الجماهير الحاضره وكذلك منظمين البطوله واداره الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر اداره الملعب ونشكر القناه اللي هي راح تغطي أحداث هاي البطولة نهائي البطولة، وإن شاء الله نقدم اللي إحنا نقدر عليه، وإن شاء الله نوعد جمهورنا بأداء طيب. مو إشكال الفوز والخسارة هذا وارد منتهي من عنده، وإن شاء الله إحنا نقدم اللي نقدر عليه. حبيب. كلمة أخيرة لإدارة الملعب ومنظمين البطولة. نشكر إدارة الملعب ونشكر المنظمين البطولة على هذا التنظيم.
السلام عليكم جمهور الرياضة الكريم. الآن نلتقي بالكابتن الدولي هاشم خميس في نهائي بطولة الشهيد القائد باسم الشمري. أكيد شاهدنا شوط أول تقدم فريق الباش على فريق رواد بهدف مقابل لا شيء. كلمة لهذه الجماهير الحاضرة والشخصيات الرياضية ومنظمين البطولة وإدارة الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرحمة والغفران على أرواح شهدائنا الأبطال الذين ضحوا في سبيل هذا البلد وفي سبيل خدمة الناس حقيقة يعني، والرحمة والغفران على روح الشهيد القائد البطل باسم الشمري. هذه البطولة يعني تقام يعني على ملاعبنا حقيقة، وإن الشرف بأن تقام مثل هكذا بطولة بالنسبة للشهداء يعني هذا قليل بحقهم حقيقة.
إن شاء الله نتمنى تكون مباراة على مستوى عالي وبطولة. طبعا هي من البداية كانت بطولة على مستوى عالي حقيقة، يعني بدون مجاملة، وخاصة هسه بالمباراة النهائية استمتعنا بحضور هؤلاء الجمهور الغفير حقيقة، يعني ما كنت أتوقع يحضرون جمهور بهذا العدد. مباراة تليق باسم الشهيد، مباراة جميلة. الشوط الأول كان شوط يعني حمل جمل تكتيكية رائعة، يعني حقيقة أنا استمتعت بهاي المباراة. الفريقين كانوا على مستوى عالي، والفريقين كانوا يحملون انضباط جدا عالي في سبيل إنجاح هاي البطولة وإنجاح هاي المباراة النهائية. ممكن فريق الباش نوعا ما سيطر على المباراة وقدر يسجل هدف، أضاع أكثر من فرصة، وأعتقد الفريق المنافس يعني كان نت قوي وكان يلعب على الهجمة المرتدة وممكن كان يسجل هدف، لكن ما سعف الحظ. أعتقد الشوط الثاني راح تكون مباراة بيهندية أكثر، لأن فريق الباش متقدم 1 ويريد يحافظ على النتيجة، وأيضا الفريق المنافس يريد يعوض، وأعتقد راح تكون مباراة جدا قوية ورائعة راح نستمتع بها، وإن شاء الله ماكو خسران بهالمباراة وهالبطولة، الكل فائز إن شاء الله، وهذا نتمناه حقيقة يعني. شكرا جزيلا. طبعا كابتن أنا ردت أسألك على الجانب التحليلي، بس ما شاء الله عليك ما خلي شيء يضيفه بعد. كلمة الختام، الوعد وفاء. الكابتن هاشم خميس وعد الوسط الرياضي في مناطقنا حضور الكابتن يونس محمود، متى؟ إن شاء الله. طبعا كابتن يونس حقيقة يعني يتمنى يكون متواجد مع هؤلاء الجمهور، لأن هؤلاء الجمهور هو محبين حقيقة ويتمنون يشوفوه، وهو أيضا يتمنى يشوفوه. ما أنا تحدثت معه أعتقد يعني مرتين تحدثت معه بهذا الموضوع، وهو عنده الرجل هو عنده رغبة، لكن مجال ما عنده. إن شاء الله بأقرب فرصة يكون متواجد الكابتن اللاعب الدولي السابق يونس محمود أبو ذنون اللي كل الجمهور يحبه وعاشقه حقيقة، وإن شاء الله تتحقق هاي الأمنية. وبالعكس يعني الإنسان جدا متواضع، هو يريد يشوف الجمهور، هو يعني هو الرجل يعني هو يريد يحتك مع الجمهور لأن محبينه، وهي وهو يونس مو ملك نفسه، ملك الشعب، ملك هذا الجمهور اللي يحبه. إن شاء الله بأقرب فرصة يكون متواجد معانا إن شاء الله. طبعا كابتن أنا عندي طلب، يعني رسالة للكابتن يونس محمود من خلال هذا اللقاء المميز. طبعا احنا قناتنا كما تشاهد قناة السفاح الرياضية، يعني ممكن يشوف هذه القناة حتى يعني يتواجد في الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله وعد، إن شاء الله راح يشاهد هذا اللقاء وراح يشاهد هذا الجمهور، وأنقل له هاي الرسالة إن شاء الله. وأكيد أنت من عشاق، طبعا مجنون بيونس، وأنا سميها قناة السفاح يعني. والدليل على كلامي بين هي قناة السفاح، فهذا يعني فشي بسيط. أعتقد يعني كابتن يونس يكون متواجد هنا إن شاء الله. بالمناسبة إحنا هو يعني يقدر يشاهد القناة ببساطة، لأن هو سوى قناة على اليوتيوب أنا متابعه. نعم إن شاء الله، إن شاء الله وعد هذا إن شاء الله، وما يقصر كابتن يونس بالعكس. نعم يعني نعم. إذا عندك شيء أخير تضيفه؟ لا ما بالعكس، يعني أنا مستمتع حقيقي يعني بوجودي معاكم ووجود هذا الجمهور وهالشخصيات الرياضية، وأيضا نوجه التحية العائلة الشهيد البطل القائد باسم الشمري، وإن شاء الله الصبر والسلوان إن شاء الله، وما تكون أول بطولة إن شاء الله، بطولات قادمة تكون أكثر وأكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا للحضور المتميز. نعم جمهورنا هذا الكريم، في الختام نشكر الكابتن الدولي هاشم خميس. الآن أبقوا معنا ومتابعة الشوط الثاني. الرياضية تؤمن نجم منتخبنا الوطني الكابتن هاشم خميس من يتابعها على صفحات التواصل الاجتماعية اليوتيوب وما غيره في تسمية قناة السفاح على اسم نجم منتخبنا الوطني العراقي الكابتن يونس محمود. خميس أن يؤمن هذه القناة ضمن اهتماماته الرياضية بلعب الكرة. إيهاب حسين بعيدها الخلفية على الجار. خلال
قناه السفاحه الرياضيه مع نجم منتخبنا الوطني الكابتن هاشم خميس. اكد يعني في حديثي انه الكره تميل واللمسات الجميله تميل لكريم البايشوي. يعني توقع كابتن منتخبنا الوطني سابق نجم منتخبنا الوطني الكابتن هاشم خميس انه في هدف ثاني لصالح كريم البايش خلال اللقاء قناه السفاحه الرياضيه. هذا حسب ما وصلتنا المعلومات خلال اللقاء مع خلال الاستراحه بين الشوطين. شكر وتقدير لنجم منتخبنا الوطني الدولي الكابتن هاشم خميس. ممتازه. من تحت اقدام الحارس محمد طالب هادي طالب علي عباس يقطع الكره فاز علي لبع جمال علي الامام حيدر ايوه هذا سيد مهدي يا حيدر في المرمى. سلامات للسيد مهدي المنور راح في هذه البطولة والمشرف على هذه البطولة. كل الشكر والتقدير له على مباراة حيدر علي. حيدر ما ممتازة تلعب عباس تغطى خطوة طالب مصطفى الله يا الله حلو محمد تسديده مطارد واحلى من حارس المرمى جميله من مصطفى شوارز الى حيدر مصطفى ممتازه خطوه احمد خليل حلو اللي خالد حسني يقطع الكره الى رميه لفريق الباش وحرر فريق الباش ليتفاوض